السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أبطال؟ هل أنتم مستعدون لحل تدريب واحد من الدرس الثاني إدراج الصور؟ طيب تدريب الأول أهمية الصورة في الشريحة وش أهمية الصورة؟ طيب وش وظيفتها؟ طابق كل رمز مع اسمه مربع نص من اسمه مربع نص مكتوبه هنا الرمز الثاني من العمود الثاني عندنا هذا عمود اول هذا عمود ثاني هذا الرمز الثاني مكتوبه بعد مربع نص فنوصلها الى وورد ارت تتذكروا الورد ارت وين حصل الوورد ارت وين حصلة في إدراج أو في الصفحة الرئيسية انتو وورد آرت هنا نص من تشوفوا الأي المايلة هذه معناتها وورد آرت تقدرو تزينوا الخط بشكل جميل وجذاب وبشكل مناسب لكم مثلا تحبوا الألوان الفاتحة الغامقة يساعدكم وورد ارت في هذا الأشياء أي الاختيار الأخير من العمود الثاني صورة من اسمها صورة وفيها صورة صورة هذه الرمز الأول من العمود الثاني تدوير تدوير هذا الرمز تغيير الحجم هذا اقول لكم ليش هذا لما نضغط على الصورة وسويناها في الفيديو السابق بس نضغط عليه يطلع علينا السهم فوق وتحت وظيفة السهم اللي تحت يكبر الينا الصورة وظيفة السهم اللفظ يصغر لنا الصورة. واضح؟ جميعكم رائعين، انتهينا من التدريب الأول.